الفيديو هذا هنتكلم عن الزبون ومحيطه بالنسبة للمنتجات والخدمات. لما نتكلم عن زبون نحن بنتكلم عن قطاع كامل من التصنيع والمنتجات، تمام؟ الزبون عنده متطلبات، متطلبات يعني المتطلب هو الشيء اللي يكون تحتاجه عشان تحصل على احتياج آخر، تمام؟ فالزبون عنده متطلبات، متطلبات هو منتج، المنتج أو العملية التصنيعية أو العملية الإنتاجية هي تشكيل معروف، تشكيل من الخشب، تشكيل من السيليكون بروسيسور مثلا، تمام؟ فالمصنع هو مهتم بتشكيل المعروف اللي هو في النهاية إخراج منتج، تمام؟ وكل شيء من الزبون لحد المنتج هو مبني ومرتكز على المعرفة فقط دون فهم، تمام؟ مبني على المعرفة. الآن الزبون بمجرد حصوله على المنتج سواء كانت سيارة، جهاز، ايش مكان، هتبدأ الحاجة عنده إنه يكون يعني تبدأ الاحتياجات تزيد أو تبرز لديه ويتحول من زبون إلى عميل، تمام؟ العميل طبعا لما نتكلم عن منتج هنا احنا قلنا انه تشكيل معروف وهو هذا المكان، مكان المصنع، المصنع هو المسؤول عن تشكيل معروف وهو المنتج. العميل اهتمامه خدمات، مين يوفر الخدمات هذه؟ الخدمات، الخدمة هي نظم في مجال، نظم في مجال، النظم يكون بشخص حرفي، تمام؟ عنده مهارة. مرتكز الخدمة دائما إن هي مرتكزها مهارات، مثالها في المجال الموسيقي المغني كلنا نستطيع نقرأ السكريبت لكن هو يستطيع يغنيها، تمام؟ بالنسبة للأجهزة كلنا نستخدم أجهزة لكن فني الجهاز هو اللي يستطيع إصلاحها، تمام؟ وقيس على ذلك بقية المجال. فالخدمة هي مرتكزها المهارة، تمام؟ مجال، نظام، مدرسة، معلم، مركز صيانة، فني صيانة وإلى آخره، تمام؟ طيب مرتكز الخدمة إذا كانت مهارات فمجال الإنتاج أو التصنيع دائما يكون مرتكزه على المعارف، المهارات هي انعكاس للفهم، فهم يكون صحيح والصناعة تكون المعرفة، تمام؟ وبالتالي عندنا المركز الرئيسي للعملية كلها هو الزبون، الزبون ممكن يكون عميل، بعدين زبون، بعدين عميل، يعني الزبون هو عميل، ممكن يكون عميل، والعميل ممكن يكون زبون، العملية بالشكل